الصلح طبعا له أنواع عديدة، قد يكون صلحا فرديا بين فردين أو شخصين، وقد يكون صلحا أسريا، وقد يكون صلحا جماعيا، وقد يكون صلحا على مستوى دولي. وبالتالي للشريعة الإسلامية رؤى واضحة في كل هذه المجالات، حتى على مستوى التعامل مع غير المسلم، مع الدولة الكافرة غير المسلمة، يمكن الوصول معها إلى معاهدات ومصالحات مستمرة. فما بالك بين الإخوة في الوطن الواحد الذين يجمعهم الدين الواحد. وبالتالي فإن دعوة أبناء المجتمع إلى المصالحة هي دعوة شرعية، وشرعية بامتياز وبقوة. الشريعة الإسلامية أجازت بعض الأفعال التي قد تكون في المستويات العادية غير مسموح بها، أجازتها للصلح بين الناس. وبالتالي فإن الشريعة تحث على هذا المسعى وتدعمه دعما تاما. لكن كما أشرت أن الصلح هو يقوم على إنشاء المجتمع الصالح، والصلاح ركن أساسي فيه هو العدل. وبالتالي فإن المصالحة لابد أن تمر عبر بوابة العدل. مصالحة لا تمر عبر العدل هي لن تكون مصالحة، هي سوف تكون تسوية أو إنهاء لنزاع، لكن لن يضع الناس على مستوى واحد، وبالتالي ستكون مؤشرات بقاء النزاع قائمة. ولذلك الآية الكريمة في سورة الحجرات، هذه الآية التي أصلت للتسوية بالصلح بين المتنازعين من المسلمين، لكنها وضحت الارتباط التام بين الصلح وبين العدل. وبالتالي هذا الشرط الأساسي أن يكون ذلك في مستوى العدل، والعدل طبعا حتى العدل في التنازلات. لا يعني المصالحة التشبث بالمواقع التي يتطلبها كل طرف، ولكن بمعنى العدل هو إحقاق الحق ثم التنازلات المتساوية والمتبادلة.